لا ننكر الجهود المبذولة من قبل صحة نينوى وإدارة مستشفى ابن سينا، ولكن الحاجة كبيرة والفجوة كبيرة. هذا المستشفى مصمم لطاقة استيعابية بحدود 100 مراجع، اليوم هناك أكثر من 3000 مراجع، والآن نحن أوعزنا فورا أن يتم تأهيل المستشفى بشكل كامل مع عمل قطوعات في ردهات الطوارئ. هذا المستشفى هو بديل لمستشفى ابن سينا الذي باشرنا به، ولكن مع هذا نحتاج أن يكون هناك رعاية صحية مكثفة، وأن يكون وجود لدائرة صحة نينوى بشكل مكثف، وأن يكون اهتمام خاص من قبل كل الكوادر التي تعمل في القطاع الصحي. علينا أن نعتني بأهالي محافظة نينوى. باشرت شركة خصباء الخير للمقاولات العامة في مشروعها بإعادة تأهيل بعض المرافق الصحية والخدمية في مستشفى ابن سينا التعليمي الموقع البديل، وحسب توجيهات السيد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل باشرنا العمل في صباح هذا اليوم، وإن شاء الله نعمل كشركة في خدمة المواطن المصلي وخدمة المرضى الراقدين والزائرين لمستشفى ابن سينا التعليمي الموقع البديل.